الحمد لله كما شفتوا الماتش كانوا الدراري لاعبين المقابله بارتياح، بداوا اخطاء ديال الحكم في الماتش، خرج لنا اللاعب بحمراء في الميضه اللي خلاه يتمسك على اللعابه ديالنا وخلاهمش يسيروا المقابله كيف بداوا، وهذا الشيء اللي خلانا نخسروا في اخر دقائق ديال الماتش. مشى للحج الله يكمل عليه. الثاني الدراري دخلوا مخربقين، كان اليوم ولينا صوفيا في المرتبه الاخرى ولينا واحلين مع الدوزيام ايطا، ماشي فرقان. فاحنا اللي تنطلبوا من المسؤولين هما يقربوا لنا الجامع العام، باش انا الا صوت نعرف على من وثق قلبي فرح. حتى الا جيت ريحت وين تفرج تنعرف راسي بانني مرتاح، اختارت واحد الحاجه يا سواء ان تكون خايبه او لزين، هذا هو المطلوب منك. انت نهنيو الجمهور ديال بنقرير على هذه النتيجه هذه، واللي تعود ان الفريق دائما تنتصر ان شاء الله، وبغيناها كيف ما قلت سابقا بغيناها تبقى سنه مؤكده ان دائما داخل الميدان نحققوا ثلاثه ديال النقاط ديالنا. تنشكر الجمهور وتنشكر جميع الفاعلين الرياضيين، هذا جانب. وتنبشر الاخوان والسكان ديال المدينه بان الفريق غادي يصبح بطاقم اخر جديد نظرا للفراغ اللي خلاه السي الحاج دريس. الطاقم تكون من الاخ السي محمد بودينا والاخ الادريسي مولاي الحسن بمساعده جمال الحشادي، وتنتمنوا ان شاء الله ان هاد الاخوان هادو يعطيو واحد الاضافه وواحد القيمه زائده لهذا الفريق هذا، اللي ان شاء الله بغيناه توضع السكه الصحيحه وياخذ المسار ديالو ضمن هذه البطوله هذه اللي هي شاقه وصعيبه نظرا لبعد المسافات مع المناطق الجنوبيه، ونظرا لان الفرق كاملين بداو تيتهيئوا دابا للمقابلات الجايين. وتحنا ان شاء الله راه تنعملوا على اساس اننا نوجدوا الدعم الكافي لهذا الفريق هذا من جميع المسؤولين ومن جميع الجهات ومن ضمنها المكتب الشريف الفوسفات. وشكرا. على حسب القراءات ديال المقابلات اللي شفنا هنا في الكريم، ثلاث المقابلات الفريق تنقصوا اللياقه البدنيه، تنقصوا اللياقه البدنيه والنهج التكتيكي شويه ديال الهدف ديالنا الاول هو الشهر الاول، ومن حسن الحظ انه غادي يكون عندنا 15 يوم مع العيد غادي نستافدوا بها اكثر،
ونتمناو هذا الاسبوع الجاي تكون كاس العرش، ولكن كاس العرش غادي نكونوا غادي يكون عندنا واحد الفرصه ديال واحد 21 يوم تدير 3 سيمين، وغادي نكون العطاءات ان شاء الله غادي نحاولوا نرفعوا من ديك اللياقه البدنيه باش هذوك الوليدات ونحاولوا نديروا داك النشاط التكتيكي باش كل واحد يحترم الموقع ديالو داخل الملعب فهمتي، وديك الساعه نشوفوا الاختيارات على حسب الامكانيات اللي كاينين في الفريق هنا، وتيبان لي الفريق راه عندهم امكانيات عندهم لي بوتونسياليتي من داك الشرف تنقصهم غير بالاخص اللياقه البدنيه، ولكن الحمد لله سنتدارك ذاك النقص ديال اسمه، واللي عنده فرصه وراني هضرنا معاهم نهار ملي قدمونا للفريق، وكان الشعار ديالنا انا قلت لهم الشعار ديالنا هو الرياضه قبل كل شيء تربيه واخلاق، هذا هو الشعار ديالنا.